الخطوه تمام، لكن بوتنشال انرجي بنلاقيها في السنجل ليفل سبورت. الطب ليفل سبورت دايما بيبقى عند 5% عند الانيشال كونتاكت و 35% عند الايه الكريس. ده الوقت اللي بيبقى فيه طب ليفل سبورت سواء رايت مع ليفت او ليفت مع رايت. عندنا طب ليفل سبورت بيبقى في مرحلتين، المرحله الاولانيه عند 5% عند 5% يعني في النص بتاع المرحله، وعند 55%. سنجل ليفل سبورت بيبقى عند 30% وعند 80%. 30% اللي هو لما بعمل انيشال كونتاكت لودنج ريسبونس ويز ستارز، الناحيه الثانيه شوي. 80% لما تبقى الناحيه دي ستارز ويز ستارز والناحيه دي ايه؟ تمام؟ طب اللي سبورت بيبقى في المرحله طب اللي عند 5 اللي هي بتاعت انيشال كونتاكت 55% اللي هي بتاعت ايه؟ هي الجير بيس تمام؟ ده الدبل ليمت سبورت. الوقت ده اللي بيبقى رجليك الاثنين على الارض، الوقت ده بيبقى الكاينتيك انرجي اعلى حاجه. يعني انت محتاج طاقه كبيره عشان تبدا تعمل ايه؟ ادفانس تمام؟ سنجل ليمت سبورت بيبقى عند 30% وبيبقى عند 80% لما تبقى رجلي الناحيه الثانيه اللي هي ايه؟ جود ستارت. وفي الوقت ده بتبقى البوتنشال انرجي اعلى حاجه عندك. طب والكاينتيك تبقى اقل حاجه، لان في الوقت ده انت محتاج استابيليتي، محتاج انك تقف على رجل واحد تمام. فتاني احنا عندنا نوعين من الانرجي، في عندنا الكاينتيك انرجي، في عندنا ايه؟ البوتنشال انرجي. الكاينتيك انرجي دي الطاقه اللي انت محتاجها عشان تعمل اطفال، عشان تتحرك، بتحتاجها في وقت لما يكون انت في الضابط اللي انت سبورت، واحده انيشال كونتاكت والثانيه هي بيز تمام؟ 5% و55%. الوقت ده انت محتاج كاينتيك انرجي طاقه كبيره عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل ادفانس. الوقت ده السرعه بتاعتك بتبقى عاليه، لان الكاينتيك انرجي بتساوي الماس في الايه؟ في الفيلوسيتي. فالفيلوسيتي بتبقى عاليه جدا، فانت الكاينتيك انرجي بتاعتك بتبقى عاليه عشان تقدر تعمل ادفانس. لكن السنجل ليفل سبورت اللي هو عند 30% و 80% ده بتبقى البوتنشال انرجي اعلى حاجه والكاينتيك انرجي اقل حاجه. يبقى الكاينتيك انرجي عكس الايه؟ البوتنشال انرجي. يبقى في الدبل ليمت سبورت هتبقى اعلى كاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي بتبقى قليله. في السنجل ليمت سبورت البوتنشال اعلى والايه؟ والكاينتيك اقل. طيب احنا النهارده هنتكلم على الكينيماتيك كمان بتاع الجيت والكاينتيك. لازم لما اجي اعمل جيت اناليسيس ببص من ايه؟ من كل البلاد. في عندي سيكتر بلاد، فرانتر بلاد، ترانزيرس بلان. السكشن بلان والفرونتال بلان انتوا ممكن تشوفوه. ترانزيرس ده بيحتاج لاب، بيحتاج لابوراتوري عشان نعمل كاميرات تقدر تشوف لك الترانزيرس بلان اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا بيلفيك روتيشن، انترنال واكسترنال روتيشن. الحاجات دي كلها محتاج لابوراتوري عشان تقدر تشوفها، لكن السكشن فرونتال ممكن يبقى واضح اكتر. تعالوا نشوف من السكشن انا هشوف ايه؟ على مستوى البلفس هشوف ايه؟ سيدان. انتيرو وستيرو بيرفكت تمام؟ على مستوى الايه؟ فريكشن اكستنشن. على مستوى الني؟ فريكشن اكستنشن. على مستوى الانجل؟ دورس فريكشن وبلندر فريكشن. على مستوى التوز؟ فريكشن اكستنشن تمام؟ يبقى ده اللي احنا هنشوفه من الايه؟ من السيلتن بلان تمام؟ طب ايه اللي هشوفه من السيلتن بلان بيحصل اثناء الجيت؟ لو بصينا هنلاقي ان الدبل ليمب سبورت كله بيحصل فيه بوستيرو بيرفكت قلنا عشان الليم بيبقى قصير فانت محتاج حد تطوله تمام. فاللي بيطوله دايما ايه؟ بوستيرو بيلفيك تكنيك. يبقى الضاب الليم سبورت دايما بيبقى فيه ايه؟ بوستيرو بيلفيك تكنيك. لما اروح لسنجل الليم سبورت بيحصل ايه؟ انتيرو بيلفيك تكنيك. طيب الضاب الليم سبورت ايه بيحصل بوستيرو بيلفيك تكنيك؟ عشان الهامسترنج بيبقى ستريتش فبتبقى ماسكه في الايه؟ ماسكه في البروستي فبتشد لورا يحصل ايه؟ بوستيرو بيلفيك تكنيك. لما ابقى في السنجل الليم سبورت تمام بيبقى في ايزومتريك كونتراكشن فبتبقى عامل ايه؟ انتيرو بيلفيك تيلتنج. يبقى قاعده عامه نقول في الدبل ليمب سبورت بيحصل عندنا ايه؟ بوستيرو بيلفيك تيلتنج، والسنجل ليمب سبورت انتيرو بيلفيك تيلتنج. والسنجل ليمب سبورت بتتكرر عند كام في المية وكام في المية؟ عند 30 و80 تمام؟ طيب بعد كده هنبص على الاف، بتلاقي انه بيحصل فليكشن مثلا في الميد سويك يوصل لحد ايه؟ اعلى درجه في الفليكشن
كام؟ 10 جيجا. يبقى انت بتتحرك اثناء الميد سايكل ما بين 30 فليكشن و10 اكستنشن، يعني لما نيجي في الميد سوينج هتلاقي اعلى حاجه فليكشن، تيرمينال سوينج في فليكشن، انيشال كونتاكت في فليكشن، تمام؟ لودنج ريسبونس راح من فليكشن لاكستنشن بس لسه في فليكشن، الميد ستانس بيبقى نيوترال بوزيشن، تمام؟ الميد ريز هيبقى اكستنشن هي ال 10 اكستنشن، بعد كده يبدا يروح من ايه؟ من اكستنشن لفليكشن بس لسه ما دخلش حتى ناحيه النيوترال بوزيشن ما زال اكستنشن، تمام؟ تيرمينال ستارت، فبالتالي او تو اوف، فبالتالي ان دايما الهيب بيتحرك ما بين 10 فليكشن و 30 فليكشن و 10 اكستنشن اثناء كل الجيم سايكل. واضحه يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف الني. الني في الهيد سترايك بيحصل ايه؟ لا هو بيبقى في فليكشن 5 درجات. ما بيبقاش في كومبليت اكستنشن. تمام؟ بيبقى في فليكشن كام؟ 8 درجات. ما بيبقاش كومبليت اكستنشن. وده اللي هنعرفه لما نتكلم عن الروتيشن. هنلاقي في انترنال روتيشن فيمر وانترنال روتيشن تبي. ما لو في كومبليت اكستنشن كنا هنلاقي الايه؟ سترونج ميكانيزم. لكن هنا ما بتحصلش سترونج ميكانيزم ليه؟ عشان بيبقى فيه 5 درجات فليكشن في الني. تمام؟ وليه 5 درجات فليكشن في الني؟ عشان تعمل شوفت ابزوربشن. تمام؟ عشان لما تنزل تيل سترايك ما تبقاش لو رجلك مفروضه مش هيحصل شوفت ابزوربشن. بعد كده في اللودنج ريسبونس بيزيد الفليكشن شويه، بعد كده في الميد ستانس ستنشن. تمام؟ في الترمينال في الهيل اوف بيبقى اكستنشن. يبقى في كومبليت اكستنشن. بعد كده في الايه؟ في التو اوف بيبقى فليكشن ويكمل فليكشن. طيب بعد كده عندنا في الانجل دورس فليكشن ولاندر فليكشن. دورس فليكشن انت بتحتاجه في الانيشال كونتاكت. تمام؟ اللودنج ريسبونس بيحصل لاندر فليكشن. الديستانس بتبقى في النيوترال بوزيشن. الهي اوف بتبقى لاندر فليكشن. تو اوف بتبقى لاندر فليكشن. بعد كده الانيشال سويت بتروح لدورس فليكشن وتكمل دورس فليكشن. يبقى ده انت اللي بتشوفه من السيرجيكال فيو او الحاجه اللي عند البلفز انتيرو بوستيرو بلفيك تيل. تمام؟ على مستوى الهيب بتشوف فليكشن واكستنشن. تمام؟ على مستوى الني فليكشن واكستنشن، على مستوى الانكل دورس فليكشن وبلاندر فليكشن. واحنا لما اتكلمنا في الديتيرمنال تفكير قلنا دايما البلاندر فليكشن بيبقى في الغالب مع مين؟ عكس الني. تمام؟ عشان دي الحاجات اللي بتعمل يعني بتعمل كنترول على السي او جي ديسبيسمنت بتاعك. طيب لو انا هبص من فرونتال فيو وانتوا باصين لي كده، ايه اللي ممكن تشوفه على مستوى البلفس؟ البلفس اوبليكت يعني مرتفع منين ونازل منين. تمام؟ وايه تاني على مستوى الهيب؟ هتشوف ادكشن وابدكشن. على مستوى الني ابدكشن وادكشن. في ابدكشن وادكشن على مستوى الني بس درجات قليله. على مستوى الفوت بيبقى في ابدكشن وادكشن في الفوت اللي احنا بنسميه اللي بيبقى فيه في الميد ترسل. تمام؟ اللي هو يعني انت ممكن تقول عليه واضح اكتر كانفيرجن من ايفيرجن. تمام؟ طيب انا ماشي في الجيت سايكل اول حاجه لما اجي اعمل هيد سترايك. تمام؟ البيرفس بيبقى فيه ايه؟ ادكشن. رايح ناحيه الادكشن. والادكتور وقتها بنشتغل كونسنتريك عشان ما رجلك ما تروحش جوه خالص. تمام؟ طيب بعد كده في الايه؟ بعد كده اللودنج ريسبونس نفس الكلام. في الميد ستانس بتروح ناحيه ادكشن ولا ادكشن؟ ها؟ ادكشن. تمام؟ وبعدين بتكمل اكستنشن. لما بتعمل هيت اوف او ريز بيحصل ايه؟ بتكمل ادكشن. تمام؟ ولما تيجي عند السوينج فيس بيبقى ادكشن. تمام؟ طيب بالنسبه للني بيبقى امتى؟ دايما لما يبقى في فريكشن في الني بيبقى ايه؟ عندك ادكشن وانترنال
الاكسل عندك ايه؟ ادكشن والسنه روتيشن. فبالتالي لو انت رجلك في السوينج فيس يبقى انت كده عامل ادكشن في النيو ايه؟ وانترنال روتيشن. يعني لما تبقى في فليكشن في النيو دايما يبقى مصاحب ليها ايه؟ ادكشن وانترنال روتيشن. فبالتالي لما تيجي مثلا في الهيل سترايك في فليكشن في النيو يبقى ادكشن وانترنال روتيشن. طيب لما تيجي مثلا في الايه؟ في الهيل اوف يبقى الني اكستندد فيبقى كده هي ايه؟ ادكشن واكسترنال روتيشن. لما نيجي في السوينج فيس طالما هي عامله فليكشن النيه يبقى فيها ايه؟ ادكشن واكسترنال روتيشن. فدي اللي هو حساب تحت مثبتها دايما نخلي بالنا منه عشان ما نغلطش. ان دايما في النيه طول ما انا عامل فليكشن هيبقى عندي ايه؟ ادكشن واكسترنال روتيشن. لو انا عامل اكستنشن في النيه اوتوماتيك بالكونجوجيتد موفمنت اللي بتحصل اللوبنج اللي بيحصل هيبقى عندي ايه؟ ادكشن واكسترنال روتيشن. لو انا عامل اكستنشن. فاذا نثبت القواعد دي عشان ايه؟ زي ما ثبتنا الكينيتيك والبوتنشال نثبت اللي هي الايه؟ الحاجات بتاعت المومنت. دايما لو انا عامل فليكشن في النيه هيحصل ادكشن وانترنال روتيشن، لو انا عامل اكستنشن هيحصل ادكشن واكسترنال روتيشن. كذلك احنا لما نيجي نتكلم عن اي دورس فليكشن بيبقى معاه ايفيرجن ولا ايفيرجن؟ ايفيرجن. ايفيرجن اللي هي بنسميها سوبيليتي اوتوماتيك فود كورونيتد. تمام؟ يبقى انت اوتوماتيك لما تلاقي ان الرجل مثلا في دورس فليكشن زي انيشال كونتاكت يبقى تعرف ان الفوت فيها ايه؟ ايفيرجن. تمام؟ يبقى ده كورونيتد فوت. يبقى بالتالي لما الاقي الرجل في دورس فليكشن يبقى انا بقول فيها ايه؟ مصاحب للدورس فليكشن ده ايه؟ ايفيرجن. تمام؟ نروح ناحيه البلانتر فليكشن يحصل ايفيرجن. تمام؟ سوبيليتد فوت. انت دايما بتحتاج سوبيليتد هي بتبقى ريجيد عشان بروبالجن. عشان ايه؟ البروبالجن. تمام؟ والبروليتد فود بتبقى ايه؟ فليكسبل عشان ايه؟ شفت ابزورشن. تمام مذاكرين من عليك. مذاكرين من المقدمه ولا ايه؟ خدت الحاجات دي؟ خدت المحاضره ولا لسه؟ ها؟ المحاضره. طب ما تكون شرحت تكون شايف بقى كده. طالما انت خدت الكلام ده. اتفضل يا دكتور. تمام؟ يبقى احنا في الفرونتال فيو بنشوف ايه؟ طيب بالنسبه لي كل ده احنا اتكلمنا في الايه؟ بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في فرونتال فيو. طب بالنسبه للبيت الكوبليكتي دايما الليمب اللي انا واقف عليه بيبقى فيه ايه؟ بيبقى اعلى ولا اوطى البيلفيس؟ اعلى. بيبقى اعلى. تمام؟ يعني في السنجل ليمب سبورت مع الرايت يبقى الرايت اعلى ولا اوطى؟ اعلى. الرايت اعلى. تمام؟ يبقى نيجي وغالبا الناحيتين بيبقوا اعلى فين؟ عند 30 و80. يعني الناحيتين از جنرال رغم ان في واحده اعلى من الثانيه لكن از جنرال هما الاثنين بيبقوا اعلى عند كام؟ عند 30 و80. 30 اللي هي الميد ستارز في الناحيه الرايت و80 الميد ستارز في الناحيه الليفت. هما دول المرحلتين اللي بيبقى السي او جي فيهم اعلى حاجه. طيب وعند 55 اللي هما الدبل ليفت سبورت تمام بيبقى ايه؟ بيبقى السي او جي اوطى حاجه او تحت. تمام؟ عشان كده احنا قلنا نحتاج ايه؟ كينيتيك عالي عشان نبدا نطلع السي او جي ثاني فوق. تمام؟ ولما قلنا ان السي او جي بيبقى اعلى حاجه في السنجل لينك سبورت عشان كده ايه؟ البوتنشال انرجي اعلى حاجه طبعا في الوضع. تمام؟ الكينيتيك انرجي اقل مش محتاج كينيتيك انرجي ما هو السي او جي اوريدي ايه؟ مكانه فوق خالص. تمام؟ يبقى واضح الكلام ده يا شباب؟ طيب يبقى لما نيجي في الانيشال كونتاكت هنلاقي انه الاعلى مش الكونتاكت انت بالنا ليه انه الاعلى اللي هي الناحيه الانيشال كونتاكت تمام اعلى من الناحيه الثانيه زي بعض تمام لا مش بيبقوا زي بعض دي اعلى لان دي اللي انت هتبدا تاخد فيها الخطوه ودي اللي البيلفيك بروتيشن الدبل اللي سبورت تمام لا دي بالنسبه لو حسبت الانيشال كونتاكت في الاول دي في الاول يعني دي لسه داخله لسه لامسه الارض اول 5% وجيت سايكل لكن دي خلاص طالعه فطالعه يعني معنى كده هتخش في السوينج فيس فانت هيبقى السي او جي او الانتيو سوبيريور اكسباير والسي او سوبيريور اكسباير هيبقوا تحت او البيلفيس هيبقى تحت قد بعض؟ لا مفيش اللي ستاندنج زي كده هيبقى قد بعض
انت في الجيت سايكل ما بيحصلش كده خالص. تمام؟ يبقى برضك عشان ما نتلخبطش نقول ان دايما في سنجل لينك سبورت بيبقى السي او جي اعلى حاجه من ناحيه الايه؟ الليب اللي انا عامل عليه سنجل لينك سبورت. طب الليب سبورت هما الاثنين بيبقوا اقل. واللي واخده الانيشال كونتاكت هي اللي بتبقى اعلى من التاني. يبقى احنا اتكلمنا عن الفرونت فيو قلنا بنشوف فيه ايه؟ بيلفيك كومبليكتي او لاترال بيلفيك تيلتنج واشوف فيه ادكشن وين؟ ادكشن واشوف ده في الهيب. تمام؟ وبشوف ايه تاني؟ وبشوف الابدكشن والادكشن في الني. قلنا دايما الني لما يبقى فيها فليكشن بيبقى ايه؟ ادكشن وانترنال روتيشن. وبشوف ايه؟ الانفيرجن والايفيرجن. بعدين عندنا ايه؟ الروتيشن. الروتيشن على مستوى البلفس او مستوى الهيب. احنا عارفين الروتيشن لو انت عامل كروس كريماتيك تشين ممكن يحصل روتيشن من الايه؟ من البلفس على الفيمر. بيبقوا عكس بعض. لكن لو عامل اوبن كريماتيك تشين بيبقوا في السيم دايركشن. يعني لو انا عامل كده روتيشن اهو قدام هتلاقي البلفس راح لقدام او انترنال روتيشن وفيمر انترنال روتيشن. لكن في حاله ان انا عامل كلوز كريماتيك تشين هتلاقي روتيشن عكس الايه؟ عكس الفيمر. تمام؟ روتيشن بتاع الفيمر عكس الايه؟ عكس البلفس في كلوز كريماتيك تشين. معايا يا شباب؟ تاني لو انا عامل اوبن كريماتيك تشين هتلاقي الروتيشن بتاع الفيمر والبلفس في السيم دايركشن. لكن لو انا عامل كلوز كريماتيك تشين هتلاقي الروتيشن بتاع الفيمر والايه؟ والبلفس في اوبوزيت دايركشن. تمام؟ لو انا عامل مثلا لو الاكشن ده هتلاقي الفيمر اكسترنال روتيشن والبلفس اكسترنال روتيشن. تمام؟ تعالى طيب نبص في الهيد سترايك بيحصل ايه؟ في الهيد سترايك في الفيمر بيحصل انترنال روتيشن. طب وفي التيبيا؟ انترنال روتيشن عشان الهيد مش عامل زي كده. مفيش سكروب ميكانيزم. يبقى في المرحلة الأولانية انيشال كونتاكت طب ايه؟ انترنال فيمر وانترنال تيبيا. لودنج ريسبونس نفس الكلام انترنال فيمر وانترنال تيبيا. بعد كده لما اكمل في الميد ستانس هتبدا الايه الفيمر. تمام؟ بتروح في ناحيه الايه؟ الفيمر انترنال التيبيا اكسترنال ولا العكس؟ لا تيبيا اكسترنال. طيب بعد كده لما يحصل روحي هيبقى عندي انترنال فيمر اكسترنال كده حصل اللوكينج ميكانيزم عند كتير بيز. تمام؟ اللوكينج ميكانيزم التيبيا والفيمر بيبقوا ايه؟ اوبوزيت دايركشن. ونخلي بالنا برضك بالنسبه للفوت هيحصل عندك يا اما سوبايلين فوت يا اما برونيت فوت. احنا عارفين السوبايلين فوت بتبقى جلطه فريكشن مع انفيرجن مع ادكشن. تمام؟ ولما بيحصل سوبايلين فوت بيحصل على مستوى التيبيا ايه؟ انترنال روتيشن. سوبايليتد فوت تمام يحصل ايه؟ انترنال روتيشن. كورنيتد سوبايليتد كده يعني ده الدكتور ايه؟ تبقى برضه سوبايليتد فوت يبقى انترنال روتيشن. كورنيتد فوت يبقى هتزق الايه؟ تبقى لجوه يحصل ايه؟ انترنال روتيشن. يبقى دي قواعد ثابته نخلي بالنا منها في الجيت مش بتتغير معانا في الجيت. الحاجات اللي احنا بناخدها كميكانكس ما اتغيرتش. تمام؟ طيب بالنسبه للمصل اكشن في قاعده ثابته برضك بتقول لما عاوز اعمل كاينتيك انرجي او كاينتيك انرجي عاليه وعايز اعمل ايه ادفانسمنت انا بعمل كونتراكشن ايه؟ كونسنتريك كونتراكشن. تمام؟ لما تكون الكاينتيك انرجي بتاعتي عاليه وعايز اعمل ليب ادفانسمنت عايز اخد خطوه جديده تمام يحصل عندي كونسنتريك كونتراكشن. ده كل اللي بعمله في السوينج فيز. تمام؟ بعمل كونسنتريك كونتراكشن. تمام؟ Thank you.
الوحيده اللي اشتغل فيها اكسنتريك كونتراكشن افاكتور. لو انت مثلا نازل زي كده دي الوحيده الطريقه اللي بتشتغل فيها ايه؟ اكسنتريك كونتراكشن. لكن كده يعني ازاي اشتغل اكسنتريك كونتراكشن؟ ده هي بتشد ناحيه افاكتور مش هي اللاين اكشن بتاعها كده، هي رجل عايزه تروح لجوه. تمام؟ لو هي عايزه تروح لجوه والدومينانت اكتر في الادكتور هتلاقي الرجل حصل فيها ادكشن، لكن هي ادكتور دخلت لبره وده الاونلاين اكشن بتاعها ما بتقدرش تشتغل لبره. ده كونسيبت. تمام؟ طيب يبقى بالنسبه للايه تاني؟ المصل اكشن زي ما قلنا في الغالب يعني كقاعده عامه ويحصل فيها شويه استثناءات قليله، ان انا لما اجي اعمل هيب ادفانسمنت بحتاج ايه؟ كونسيبت كونتراكشن. تمام؟ لما اجي اعمل كنترول للليف او اعمل لورنج دي يحصل اكسنتريك كونتراكشن، لما ابقى ثابت والبوتنشال انرجي بتاعتي كبيره يبقى ايه؟ ايزوليك. تمام؟ طيب يبقى اجي لما نتكلم مثلا على السوينج فيس كلها هلاقي كونسنتريك كونتراكشن، تعالوا نشوف في الانيشال كونتاكت يحصل ايه؟ اكسنتريك كونتراكشن واعمل لورنج اكسنتريك كونتراكشن في الهيب على مستوى فليكسور واكسنتريك كونتراكشن على مستوى ايه؟ كوادريسبس وكسنتريك كونتراكشن على مستوى الدورس فليكسور ويكمل وبعد كده في اللودنج ريسبونس بيكمل معانا اكسنتريك. يحصل اكسنتريك في الايه؟ الدورس فليكسور واكسنتريك في الايه؟ الكوادريسبس عشان ما يحصلناش كولابس. تمام؟ ويبدا يحصل ايه بقى؟ يبدا بعد كده هيحصل الكونسنتريك اللي هيطلعك في الايه؟ اللي هيطلعنا دي المين ستارز اللي هي بتحصل كونسنتريك كونتراكشن فين؟ في الكروتيال. تمام؟ وانا لو سالت كده في الميد ستانس يحصل ايه؟ ايزومتريك كونتراكشن. تمام؟ طيب تعالوا نكمل بقى، بقول لك بعد كده هيحصل هيل ريز. هيل ريز هنا حصل ايه في الحته؟ كونسنتريك كونتراكشن. تمام؟ وحصل ايه في البلانتر فليكسور او جاستروبنيمس؟ كونسنتريك كونتراكشن. تمام؟ بعد كده يحصل ايه؟ تو اوف، بقف على التو اوف. بقف على التوز، بعمل هايبر اكستنشن في الايه؟ في التوز عشان هيحصل بروبالجن. تمام؟ في الوقت ده حصل كونسنتريك كونتراكشن في الايه؟ في الجاستر فليميوس او الجاف ماسل، حصل في انهانسمنت. تمام؟ الانيشال سوينج بتبقى مومنتري، ما تبقاش فيها ماسل اكشن. يعني دايما لما بتتنقل من التو اوف للايه؟ الانيشال سوينج دي بتبقى مومنتري، يعني ما بتبقاش فيها ماسل اكشن عن طريق البروبالجن، بيحصل بروبالجن. لكن عشان تكمل ويحصل المين سوينج وتلاقي رجلك طلعت فوق ويحصل كليرنس، لازم يحصل كونسنتريك كونتراكشن في الايه؟ في الهيب فليكسور، كونسنتريك كونتراكشن في الني فليكسور والدورس فليكسور. عشان كده احنا قلنا لما المره اللي فاتت لو فاكرين قلنا لو واحد عنده باراليسيس او ويكنس في الدورس فليكسور هيحصل ايه؟ تراجل. تمام؟ وعشان يعمل او يقدر يعني يتحرك رجله بيعمل اكتر من طريقه، يا اما يعمل اكسسيف هيب فليكشن وهي فليكشن عشان يعمل كليرنس، يا اما لو عنده الهيب ويك والني ويك هيعمل ايه زي الناس اللي عندهم كومبليجيا؟ يعمل سيلف كونداكشن جيت او هيب هايكنج. يبقى فيها هيب هايكنج، يستعمل كوادريتس لامبورم عشان يعمل مش الادكتور، لو عنده ادكتور ويكنس مثلا يستعمل كوادريتس لامبورم عشان يرفع اللب عشان يقدر يعمل ايه؟ كليرنس لفوق من على الجراب. تمام؟ طيب يبقى ده المصل اكشن. طبعا من العضلات المهمه جدا عندنا الادكتور مصل. الادكتور مصل هي اللي بتحافظ لي على لما اعمل سنجل لينك سبورت ان ما بيحصلش دروب في الايه؟ في البلفس، لان لو عندي ويكنس في الجلوتيس ميديس الناحيتين هتلاقي المشيه بتاعتك ايه؟ فاحنا كده برضك بنتكلم على جيت اب نورمالتي اهو. هتلاقي عندك بادلنج جيت. تمام؟ تمشي زي البطل. ليه؟ عشان لما بتيجي تقف على سنجل لينك سبورت بيحصل دروب للايه؟ للبلفس. ولو عندك ويكنس يونيلاترال بتمشي بايه؟ ترند للبير جيت. ترند للبير جيت يعني ايه؟ الناحيه اللي هي فيها ويك لما يجي يحصل دروب تلاقي نفسك بتعمل ديني ناحيتها ديني والثانيه عادي كويسه. تمام؟ بتعمل ديني ناحيه الناحيه الايه؟ ويك اكتر. طيب لو عندي ويكنس مثلا في الجلوتياس ماكسيموس،
كاستمرز في مراكب الجيت بتعمل لك انبارجمنت، تمام؟ مراكب الجيت بتعمل لك بتسندك عشان ايه؟ هتكون ورا عشان ايه ما توقعش لقدام. لو حصل ويكنس هتضطر انك عشان تعمل كومبنسيشن وتعمل اكشن بتاعها وما توقعش لقدام، بس بتعمل ليننج باكورد. يعني انت وماشي بتعمل ايه؟ ليننج باكورد عشان هي بتمسكك او تمسك الترنك وما يحصلش كولابس لقدام. تمام؟ المشية دي بنسميها ايه؟ لارشنج جيت. يعني لو عنده عنده ويكنس بايلاترال في الكوادريت ماكسيموس عشان يعمل كومبنسيشن، هي المفروض بتمنع ان انا يحصل ليني فورورد. فبيعمل ايه؟ هو يروح رامي السي او جي ورا. مش احنا قلنا دايما العيان بيلجا لانه يبدل مكان السي او جي عشان يقلل الضمانت على المصدر. يعني انا في الطبيعي كده المفروض السي او اللاين اوف جرافت بتاعي معدي قدام، فهيعمل لي فليكشن مومنت اللي هو اللاين اوف جرافت يعني عباره عن وزن هياخدني ويطلني قدام. مين اللي بيكاونتر اكت الموضوع ده؟ جلوتياس ماكسيموس. طب اذا انا عندي جلوتياس ماكسيموس مثلا فيها باراليسيس او ويكنس، انا ممكن اعمل ايه؟ ابدل شكل المومنت، اروح لامي جسم لورا، فالويت بتاعي كله يرجع لورا، فبالتالي هيحصل لي ايه؟ هقع لورا. يبقى مين اللي اشتغل دلوقتي؟ الهيب فليكسور هم اللي ايه؟ بيشتغل. يعني انت بتحول مصر جديده مش انتي جرافي بتخليها انتي جرافي، وده طبعا غلط. تمام؟ فتروح انت رامي جسمك لورا كده، تمشي كده ليه؟ عشان نعمل كومبنسيشن للويكنس بتاع مين؟ جلوتياس ماكسيموس. نسميها اللارشنج جيت. اللارشنج جيت يعني ايه؟ كلمه لارشنج عضل او حلوق، يعني بيمشي بالعضل زي العضل. فرامي جسمه ورا عشان ايه؟ ما يقعش يمشي قدام. يبقى نقول يبقى في الفايلز بتاعك كتير الويكنس في الجلوتياس ميديس لو بايلاترال بيمشي واطين جيت. تمام؟ عمال تروح الناحيه دي والناحيه دي. برضك لما انت بتروح الناحيه دي لما بتتحرك على الهيب اللي هو فيه ويكنس انت بتخلي السي او جي بعديه اللاين اوف جرافت بعديه، صح؟ يعني انا الطبيعي انا واقف كده اهو اللاين اوف جرافت هنا، فبياخدني ويروح فيا كده. مش ده فورس عباره عن الماس بتاعت الجرافيتي في المسافه لحد المفصل، ده تورك، ده الاكسترنال تورك، هياخدني ويقع بيا الناحيه دي. فالمفصل بتعمل ايه؟ الانترنال تورك بتاعها خدني الناحيه دي. طب انا لو عندي مفصل ويكنس او بلس بعمل ايه؟ ببدل مكان الايه؟ الاكسترنال تورك اروح الناحيه دي، خلي اللاين اوف جرافت يعدي الناحيه دي، وانا كده هزود الضمانة على مين؟ على الادكتور. كده انا مشغل الادكتور مش الادكتور. وذاك العيال ده هتلاقيه بعد فتره يبدا يشتكي ويرجع في الادكتور. تمام؟ الراجل اللي بيمشي لارشن جيت هتلاقيه بعد فتره يبدا يشتكي من الايه؟ الفليكسور. وبحولهم لاكشن مش بتاعهم. وعمل عليهم ضمانة هم اصلا مش متعودين يعملوا. يبقى الميكنس بايلاترال في الجلوتياس ميديس بيحصل بطن جيت، يونيلاترال البرنت الامبريف جيت، هو بيعمل ليننج على الناحيه اللي هي فيها ويكنس والناحيه الثانيه يبقى ماشي عادي. تمام؟ الويكنس او الباراليسيس في الكوادريسبس، الكوادريسبس قلنا بتعمل ايه؟ لما بنيجي في اللودنج ريسبونس يحصل سنتر كونتراكشن، عرفت يعني يحصل كولابس. فبالتالي العيان ده لو عنده ويكنس او باراليسيس في الكوادريسبس هتلاقي يحصل ايه؟ كولابس ويقع. احنا قلنا المره اللي فاتت في طريقتين العيان ممكن يعملهم عشان يعمل كومبنسيشن للويكنس بتاع الكوادريسبس. مين فاكر؟ ايوه، ان هو ممكن يعمل ايه؟ يزق الفيمر لورا، فبيعمل بس فلوكينج في النيل. بس فلوكينج احنا عارفين اصلا الكوادريسبس بتعمل ايه؟ المفروض الفاسس ميدياليس هي اللي بتساعد في اللوكينج. تمام؟ مين اللي بيعمل اللوكينج؟ الفيس. ما شاء الله عليك، هو بيزق الايه؟ في مره ورا، فبيعمل ساعد على اللوكينج. يعني كان ايده اشتغلت مكان ايه؟ مكان الكوادريسبس. تمام؟ ودي دايما بتلاقيها في عينين البوليو زمان، البوليو ما شاء الله اخبار وانتهى من مصر حاليا، كان دايما بياخد الكوادريسبس مصر. فتلاقي دايما حاطط ايده في جيبه. تمام؟ بيعمل كده. وتلاقي عنده طبعا جينو ريكارفيتو. جينو ريكارفيتو ليه؟ لان الكوادريسبس بيشتغل مع مين؟ ها؟ مع الأدير كورشيه أو بوستير كورشيه؟ مع بوستير كورشيه بتمنع البوستير ترانسليشن، طب مفيش كوادريسبس يبقى يحصل بوستير ترانسليشن، يبقى ده يحصل جينو ريكارفيتور، الرجلة هتبقى هايبر اكستنشن، فتلاقيه ما
مجال اللاين اوف جرافيك. هو اللاين اوف جرافيك بيبقى ماشي ورا فهيعمل لي كولابس. فالكوادر سيبس اشتغل تعمل كاونتر اكت للايه؟ للتورك الاكسترنال تورك ده. تمام؟ طب ما عنديش انا كوادر سيبس تعمل ايه الكاونتر اكت للتورك ده؟ يبقى انا اقلب الميكانيكا خالص، اعمل ايه؟ اخلي اللاين اوف جرافيتي قدام. كده انا شغلت مين انتي جرافيتي؟ الخمسه. تمام؟ فيمشي كده. اوكي؟ وبعدها الويكنس او البارالاسيس فين؟ في الكوادر سيبس. طيب. بيحصل فيها اكسنتريك عشان تعمل شوك ابسوربشن. طب انا دلوقتي المفروض اللودنج ريسبونس هبدا ايه انزل هيحصل لورنج. تمام؟ عشان يعني بريبريشن ان انا هبدا احط رجلي على الارض وهبدا اتنقل عليها. تمام؟ فالمفروض ان انا المشي لو انا ماشي او بجري لو انا هيحصل عندي فانتر فليكشن ومعاه ني اكستنشن ده ممكن يبقى خطر او ضرر على مين؟ على الني جوينت. تمام؟ فبيحصل اللورنج ده سموث. عشان يحصل سموث لازم يحصل معاه ايه؟ اكسنتريك في كوادريسبس. تمام؟ عشان بعد كده انقل الفيمر بالبادي ويت على الني جوينت. لو انا حصلت لودنج ريسبونس مع الني اكستنشن هيبقى في رد فعل الارض عليا جامد شويه. لان انت كده هتلاقي تحت ايه؟ اولا انت بدات تاخد جراوند رياكشن فورس خفيف شويه في الهيل سترايك. في النودل كروس فورس جراوند رياكشن فورس بيبقى اكتر لان الاريا اللي عملت كونتاكت الوزن اللي نزل تمام على الفوت في الوقت ده وزن كبير. وزن كله نازل بقى. يعني دي تبين يعني مش بس تحميلك انت بوزنك في الميد ستارز، لا ده انت في النودل كروس فورس بدا وزنك يحصل ايه؟ ينزل على الفوت. فلو الوقت ده نزل وزنك على الفوت بني اكستندد والجراوند اكشن فورس عليه قد الوزن بتاعك اعرف ان يبدا يحصل ديجنريشن في الدين. وذاك الناس برضك اللي هو بيعمل بس فلوكينج في الدين اللي هو بيزق رجله ده هتلاقي عنده سيفير ديجنريشن في الدين لانه ما بياخدش اللودنج ريسبونس زينا بقى ما بينزلش كده لا ده هو بينزل ورجله اكستندد. تمام؟ فلما ينزل ورجله اكستندد هيبقى ايه؟ جراوند رياكشن فورس بيبقى ايه كبير فبالتالي هتلاقي الديجنريشن في الكارتريج اكتر. تمام؟ ايه اللي معناه؟ ان هو بيزق رجله اهو عشان ما يحصلش كولابس عشان ما تقعش يعني ما تقعش اهو المصل ايه؟ احنا قلنا الاكسيد الكونتاكشن بتاع الكارتريج برضك الانتيرو ديسبيسمنت من الحاجات ما احنا هنا برضك انت في اللودنج ريسبونس تمام بيحصل اكسنتريك كونتراكشن قلنا في ال الدورسي فليكسور. تمام هنا قلنا ايه اكسنتريك كونتراكشن فين هو ممكن يكون بس لسه السوليس ما اشتغلش اشتغل اكتر في الميد ستارز السوليس بتشتغل في الميد ستارز السوليس احنا قلنا بتعمل ايه يا شباب بتشد تيبيا لورا بتعمل بوستير ترانسليشن عن زي كده قلنا لما يكون فيها اوفر اكتيفيتي في الناس اللي عندهم سبستيستي بتعمل ايه من كتر ما هي بتعمل التيبيا لورا بتعمل هايبر اكستنشن او بتعمل جينو ريكارفيت. تمام بس هي ما بتشتغلش في اللودنج ريسبونس لان اللودنج ريسبونس ده بس هي التيبيا عايزه تطير قدام اصلا مين اللي بيمسكها انها ما تطيرش لقدام؟ عندنا لو عندنا باراليسيس او ويكنس في البريتيبيال جروب
اعمل هيد سترايك بالاي تاس انا بنزل كده تمام فده بنسميها دروب فور دروب فور تمام طيب الاي بتاعها بيبقى هاي ستيبل جي ها هاي ايوه بنسميها هاي ستيبل خطوه عاليه هاي ستيبل جي ليه بعمل اكسسيف هيب فليكشن اكسسيف ني فليكشن عشان اقدر اعمل كليرنس للفوت مع الجراوند لان دي خلاص واقعه مفيش تورس فليكشن فهيحصل دراجنج يعني ايه رجلي هتكون في الارض ايوه انا عشان افويد ان يحصل دراجنج بعمل ايه اكسسيف هيب فليكشن واكسسيف ني فليكشن فبنسميها هاي ستيبج جي هاي ايه ستيبج جي عكس او غير مش عكس غير يعني ستامبنج جي انا جاي في مصطلحين بيبقوا في اللور من هاي ستيبج جي ستامبنج جي ستامبنج جي ده ما بيحسش اصلا باحساس الايه؟ سنس اوف موفمنت وسنس اوف بوزيشن. فبيقطع بيت في الارض عشان يعمل ايه؟ يعمل هيرنج او فيجوال ستيميليشن يبص على الطريق. وبعديها يا جماعه الابنورمال في الجي. هي هيب هاي جي بس تعمل سيركمدكشن بتعمل سيركمدكشن جي بس ليه بتبقى ايه؟ سيركمدكشن جي بتحصل وسط كومن اللي مش بس عشان البراليسيس في الدورس فليكسور لا ده ويبقى معاه كمان سباسيس في الايه؟ الاكسترسور لينسنج في اللم زي الناس اللي عندها بمبليجي يعني ما هو اصلا لو عنده براليسيس في البريتيبيال جروب او الدورس فليكسور كان ممكن يعمل اكسسيف هيب فليكشن اكسسيف فليكشن فيمشي يعمل اللي هو الهاي ستيبج جي لكن عيان الهيمبليجيا عشان كمان عنده السباسيس في الكوادرسيبس فرجله مفروضه غصب عنه تمام مش عارف يعمل ايه كليرنس فبيضطر يعمل ايه هيب هاي كيك ويعمل سيركمدكشن جيت لان هنا ايه في بلانتر فليكشن وفي كمان اكستنشن في النيو احنا قلنا الاثنين ما يجتمعوش اصلا المفروض لما بيبقى عندي نورمالي في الجيت عندي بلانتر فليكشن يبقى عندي مين؟ فليكشن في النيو عشان ايه؟ تساعد ان انا ايه ما يحصلش اوفر لينسنج في الليب فبالتالي طبعا عيان كومبليجيا مش عارف يعمل الهضم ده ما عندوش الهضم لان هو عنده سباسيس ارتجرافت مصر وعنده سباسيست في الكاف مصر وعنده سباسيست في الايه؟ في الكوادريسيبس فده عامل اوفر لينسنج للليم وعنده كمان الابداكتور مش شغاله ما انت لو عندك دول لينسنج بس الابداكتور شغاله هتوسع رجلك بعيد وتمشي لا ده هو كمان بيعمل ايه؟ هايبر كمان عشان ايه؟ الابداكتور عنده مش شغاله كويس تمام؟ فدي بنسميها سبتراكشن بس دي حاجه خاصه بعينين اللي هم الهيبريجيا في الميوب فاحنا كده يا شباب اتكلمنا على الكريماتيك والفاينيتيك بتاع الجيت قلنا الكريماتيك اللي هو الديسكريبشن بتاع كل جوين من كل ايه؟ اتش من اتش بلان يعني قلنا من سايتال فيو او سايتال بلان انت بتبص بتشوف الايه؟ البيرفيس تلتنج انتيرو بوستيرو بيرفيس تلتنج قلنا بوستيرو بيرفيس تلتنج دايما بيحصل فين؟ في الدبل لمب سبورت الوقت اللي انت بيبقى عندك كاينيتيك انرجي اب قلنا الانتيرو بيرفيس تلتنج بيحصل سنجل ليمب سبورت الوقت اللي بيبقى عندك بوتنشال انرجي اب بعد كده قلنا نشوف فليكشن والاكستنشن فليكشن في الهيب بيوصل لحد 30 ديجري اكستنشن 10 ديجري تمام الفليكشن والاكستنشن في الني في الجيت محتاج كام فليكشن في الني؟ ماكسيمم 60 تمام بتحصل لهم في الايه؟ بيحصل لهم في الميد سوينج عشان يحصل ايه؟ كليرنس دي الفود ويبقى 5 ديجري اكستنشن مش لازم زيرو اكستنشن ولكن انت فانكشنال في النيه خلي بالنا عشان نفرق ما بين المعلومه دي وقالت ما كنت تكون سرحان فانكشنال غير الجيت يعني انا محتاج كام فانكشن في النيه كام ديجري عشان اقدر امشي في حياتي كويس 90 ديجري عشان اقدر اقعد على كرسي اقعد على حمام ما افتحش رجلي واقف كويس 90 ديجري لكن الجيت محتاج كام؟ 60 ديجري بس طيب الدورس فليكسور محتاج كام ديجري في الدورس فليكسور 10 محتاج كام في البلانتر فليكسور البلانتر فليكسور محتاج كام ديجري؟ محتاج 20 ديجري يبقى انا لما اجي اشوف مثلا عيان ويجيني عنده ابنورماليتي في الجيت لازم اتاكد اول حاجه من الريتم اوف موشن بتاع كل جوينت لما اجي اعمل تريتمنت للعيان انا شايف المشكله فيه عندي في الانكل فاول حاجه اتاكد منها ان الانكل بيعمل 10 ديجري دورس فليكشن 20 ديجري بلانتر فليكشن اتاكدت ان الريدي فوشن بتاعه كويس
ما عندكش اصلا بلاندر فليكشن، ما عندكش جاستر فليكشن،
مش هتوصل لكده، مش هيبقى في بروبازل، هيبقى في ايه؟ حمل على على او على الاكسجين كونسبشن وعلى الانرجي عشان تقدر تعمل ايه. ماشي يا شباب، حد ليه سؤال في الجيب؟ عشان نعمل بس الدوكينج يعني ايه؟ انت اصلا جوال السيبس بتعمل ايه؟ بتروح واخده تعمل كونتراكشن، فتروح جايبه التبيا قصاد الفيمر، تمام؟ ويحصل اللوكينج اللي هو الاكسترنال روتيشن عشان ميديال فيبرال كوندايل اقوى. طب انت بتعمل ايه بقى؟ بتعمل العكس، انت رجلك ثابته على الارض، فانت بتجيب لها فيمر لورا قصاد التبيا عشان ايه؟ يحصل لوكينج. احنا عارفين طبعا لو رجلك ثابته في اكسترنال روتيشن، فانت لما بتروح زائد الفيمر لورا فانت بترجعها قصاد التبيا الكوندايل، وهي كده بيحصل فيها انترنال روتيشن، بيحصل لك يعني انت ايه؟ العضله بتجيب لك التبيا قصاد الفيمر، انت لما بتزق بايدك بتجيب الفيمر قصاد التبيا. واضحه؟ توفيق يا شباب.